ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت اليوم في الجزائر. ويطيب لي بداية أن أبارك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود على تزكيته بالإجماع رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب، متمنيا لسموه التوفيق والنجاح. وإني أنتهز هذه الفرصة لأشيد بهذا الحضور المسؤول لهذا الاجتماع، وهذا الأمر بحد ذاته يعبر عن مدى اهتمام القيادات الأمنية العربية وتصميمها على تحقيق الأمن والاستقرار بالرغم من صعوبة التحديات. وكما تعلمون فإننا اليوم نواجه تنامي أشكال الجريمة المنظمة بأساليب مبتكرة وتنوع التحديات الأمنية، إضافة إلى النقلة الخطيرة التي وصلت إليها الجريمة العابرة للحدود، وخصوصا في ظل بيئة تساعد على انتشار الأفكار المتطرفة، الأمر الذي جعل من الإرهاب تهديدا عاما لحياة الناس في مناطق متعددة من العالم، أعني بذلك مشارق الأرض ومغاربها. أصحاب السمو والمعالي، إن إخوانكم من رجال الأمن في مملكة البحرين يتعاملون بصورة مستمرة مع تدخلات إيرانية ممنهجة تستهدف المساس بأمننا الداخلي واستقرارنا. فإيران اليوم أصبحت ملجأ لمن يرتكب جرما ويكون مطلوبا للعدالة، وقد تجاوزت المواثيق والأعراف الدولية، فهي لا تعترف بما هو صادر عن المنظمة الدولية الانتربول أو بالنشرات الحمراء، لقد وضعت نفسها فوق القانون وسخرت أراضيها ومعسكراتها لتدريب الإرهابيين وتصدير الأسلحة والمتفجرات، وهذا موثق بالأدلة والبراهين القاطعة. وإن تدخلها في شؤوننا الداخلية هو متعدد المحاور، على سبيل المثال المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ويقصد منها توفير أموال بالداخل لتخدم نفوذها سواء من قبل أشخاص أو مؤسسات أو لتنتهي في أيدي منفذي العمليات الإرهابية. المدارس الإيرانية تعمل على نشر الثقافة الفارسية وتكون قاعدة من الشباب تؤمن بمبادئ الثورة الخمينية وولاية الفقيه ويكون ولاءها لإيران، إضافة إلى تجنيد قياديين للتيارات السياسية وخصوصا من قبل الأشخاص الدارسين في إيران. أيضا ذريعة حماية الطائفة الشيعية، وهذه عبارة عن وسيلة لنشر ثقافة التطرف الطائفي على حساب الوطنية من خلال ما تسيطر عليه من جمعيات خيرية وحوزات دينية، مما يؤدي إلى وجود قاعدة متطرفة تدين بالولاء للقيادة في إيران على حساب الولاء للوطن. وهذا الأمر يشمل شرائح مختلفة في المجتمع من الرجال والنساء من كل الفئات، سياسيين ورجال دين وأصحاب رؤوس أموال ومهنيين كتاب وإعلاميين. فلقد أرادت إيران أن تشعل فتيل أزمة طائفية، إلا أننا ولله الحمد لم نعطيها الفرصة لتحقيق هذا الهدف الخطير، وإن تخطيطهم لتنفيذ مآربهم هو تخطيط بعيد الأمد، وإننا تعاملنا مع هذه التدخلات على مختلف المحاور بتكاتف وتعاون من قبل الجميع.
هذا وقد أشاد مجلس وزراء الداخلية العرب بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على الكثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، مؤكدا على التعامل لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية. وشدد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.